رموز وشعارات الجيش اللبناني. موضوعنا اليوم مع مارك بيروتي بنيتشر. صباح الخير مارك. هاي ستيف. حلو الموضوع ان شاء الله. ايه هلا انا بتعرف بالمناسبة تعيد الجيش. مزبوط صح. يعني كل اذا بنقول لواء او حتى اوقات حتى مديريه او شيء بالجيش اللبناني عندهم او بيرق او رمز او شعار، وانا عم بطلع عليهم انتبهت انه كثير منهم فيهم اشياء يعني من النباتات اغلبيتهم اصلا، او حتى في حيوانات يعني خاصه النسر او نمر وهيك اشياء. يعني قلت حلو انه هيك نتعرف عليهم، عيلة بنكون عم نسميهم كل واحد بواحد انه وهيك بنقول لهم ميرسي، بنبعث لهم تحيه بنقول لهم شكرا على كل شيء بيعملوه. بس بالاول حبيت كمان لانه الشعار الجيش الاساسي، وكثير كمان رح نشوف بكثير من الشعارات في الغار يعني هي اكيد نبته بترمز النصر وهيك، حبيت بس بلش بكم صوره عن الغار نحكي عنه ليه الغار وهيك، ونذكر بكمان شغله هيك نحن حكينا. فدونك الغار هو بتعرف الجيش دائما بقدموه على اكليل، يعني لانه هي بترمز مش بس النصر، كمان بترمز للسلام. نعم. لانه هيدا شغله كثير مهمه. ومن زمان كثير كان يعني هيدا تشوف قد ايه الغار شيء قديم. هيدا الشيء هون عم نشوفه عمره من القرن الرابع قبل المسيح، يعني لقيوها بقبرص غار كمان كان من ذهب وهيك، فبيعملوه من كثير زمان. يعني السمبول الغار موجود يعني، ومثلا عند الصينيه كمان بفكروا انه اللي اوقات بيعملوها دائريه للغار، فكروا انه كانه القمر معمول من غار ومن شخص امورتال، يعني كمان هذا تشوف قديش يعني بترمز هذا الشيء. وكنا عم نحكي عن سيزار وعن ابولون كمان، ما رح نفوت فيهم كلهم بس نقول قد ايه بترمز كمان ان هن بيسموه للولياد ابولون كمان. للنصر صح. وهون ليش للنصر وهيك؟ لانه كانوا يعتبروا كلمه لوريا يعني هي اكيد اللي بتعني من زمان فيكتوار والنصر مثل ما بنقول، وهيدي الصوره حتى تلكي على الك لانه قلت اكيد رح تحبها. وبس نذكر بشغله انه كلمه بكالوريا بتجي لانه من زمان كانوا لما بيتخصصوا ميديسين بحطوا لهم على راسهم كورون من الغار، وبحطوا فيها بي دولوريا، فبي دولوريس او صارت بكا يعني البي بكالوريا بعدين تعني كل هذا الشيء وهيك. هلا نوصل للجيش يعني، ونقول انه الجيش مقسم مثلا لعده مناطق. رح بلش بالمناطق المعروفه يعني. اول شيء في عندنا جبل لبنان. بجبل لبنان اكيد يعني مبين الشعار هون عم شوفه قدامنا، يلي كمان بتشوفي انه في البحر وفي السهل وفي كمان جبال عالية وفي الغار يلي كنا عم نحكي عنه هون مبين كتير منيح. بعدين في عنا منطقة البقع يلي عليها كمان البعلبة كان زي ما نشوفها وعليها الشمس، ومن ورا في كمان الجبل يلي بيرمز كمان للبقاع يلي هي منطقة كتير خصبة خضرة وهيك، يعني هذا كمان بنشوف بس كيف نقون. نعم. هون حلو تبع الشمال لأنه في أهم تقريبا بالنسبة للجيش يعني أهم رمزين للمنطقة يلي هي غابة الأرز عم نشوفها كتير فوق، وتحت في قلعة طرابلس. نعم. يعني حلو هيك نعرفهم هالأشياء. كمان في بتشوفي كمان عنا السيف، وعنا كمان الغار مبين كمان من الشمال واليمين. وبعدين في عنا منطقة الجنوب يلي هون في عندها نسر كمان في الغار، بس كمان هون النسر كمان كيف هو كيف حاطينه مبين انه نزل على الارض وهيك، وكانه الفكره كمان يقولوا انه الجنوب هي قلعة على الصمود، وكمان لانه النسر هون رمز القوه وفي التراب وهيك، يعني كمان هيدا هون بالنسبه للمناطق. هلا من بعد المناطق في كذا الجيش كمان مقسم لكذا طريقه، واحده منهم رح نبلش يعني ما رح اقولهم بالارض. مزبوط. القوات الجويه يلي هون مبين كثير منيح انه نقوا النسر. هلا النسر كمان مبين كيف محطوط بالنص كانه في سيف، بس هون مش مبين منيح لانه على اللوجو الثاني بيكون مبين السيف اكثر، تيقولوا انه هذا رمز القوه والحق اكيد. وبالنص عم نشوف الاحمر مع التريانجل هو رمز الدولي للتيارات الحربيه اللبنانيه. نعم. هذا كمان اللي بيرمز عليهم. وهون بتشوفي كمان انه في الارز بالنص وفي اكليل من الغار كمان حواليها كمان ليرمزوا لهذا الشيء، والازرق خاصه كل اللون منقى للسماء يعني كمان للدلع على السماء بمجال عمل التيارات وهيك. هذا بالنسبه للقوات الجويه. هون كنت عم بقول لك عن السيف كيف مبين اكثر على هذا الشعار للقوات الجويه. بعدين في عندنا القوات البحريه يلي هون كمان فيها سفينه شراعيه فينيقيه مبينه كمان، وبنسها كمان في ارزه، وهون كمان بدل على اكيد على العمل البحري تبعهم، يعني هون مبينه كمان اكثر على الانكر. مزبوط. هون هيدي كمان موجوده عليهم.
هلا بعدين السيف تقسيمات فيه كمان عده تقسيمات نقيت مثلا انا منهم مش كلهم. المكافحه يلي هي مديريه المخابرات وفرع المكافحه يلي هون محطوطه ارزه بترمز هون اكيد للخلود وكمان هي الارزه بالنسبه للجيش بكثير مطارح هي بتدل على وحده الارض والشعب يعني. وفي بالنص سيف يلي هون كمان لانه يلي بحق العداله وهيك. والشعار الثاني هو كمان معمول في 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 هو ذاته المكافحه على شعار اسود يعني بس هون ما حطيته. بعدين في عنا الشرطه العسكريه. الشرطه العسكريه كمان بين كمان كيف في الغار دائما من برا وهون يعني كمان في مبين الوهج الاحمر وهيك. بعدين في عنا شعار كتير حبيته أنا يلي هو موسيقى الجيش. هون بتشوفي أنه مبين في فيتارة رومانية. بعدين الألوان كتير من أي حسب كمان هالأشياء مثلا اللون الخمري يلي ورا هو اللي بيلسوه الملوك يعني كمان والأمراء. ومن هون كمان على اليمين وعشمال مش دايما في غير كمان أوقات بقولوا في سمبلة قمح يعني هذا اللي عم نشوفه سمبلة قمح أكتر موجودة. بعدين عنا اللواء اللوجستي هون في كتير أشياء هذا الشعار لأنه هن بيساعدوا بكتير مطارح. في عنا القمح على اليمين لأنه كمان بدله أنه هن أوقات بيشتغلوا تموين. بعدين إذا بنلاحظها في أنا بقوله بالعربي بجعة بس هون بنحكي عن السيجان يلي مبينة كمان لأنه هي بتدل على العمل الإداري كأنها عم بتوصل فايل يعني وهيك مبين بالصورة. وكمان بتنقل يعني هي بتنقل أكيد المؤن وهيك مشان هيك اللواء اللوجستي يعني هذا الشعار تبعه. بعدين عنا لواء الدعم كمان مبين عن جديد انه في عنا غار ومبين كمان انه في صاروخين اذا مبينين على الشمال وعلى اليمين كمان لانه انه شعار الدعم عندهم هيك غار او سمبلي كمان. ايه هلا هيدي هي غاره بس انه مبينين قريبين على بعض لونها اصفر 100%. بعدين في عنا الحرس الجمهوري يلي هون مش كثير مبينين بس هن بنفس الوقت في عنا سعفة غار وسعفة سنديان لأنه الغار بيرمز للنصر والسنديان للعنفوان. والألوان من أي كمان ألوان بترمز كمان كأنه الكحل الملكي يعني يلي مشان أنا عم نحكي عن الحرس الجمهوري إنه هيدا كمان الشعار تبع الحرس الجمهوري. بعدين في عنا هون رح بلش بالألوية كلهم. اللواء الأول دونك حتشوفي كل مرة عاملينه بطريقة كتير حلوة هون الرقم الواحد مبين بس نفس الوقت عاملينه مثل الكولون تبع بعلبك كنت رح أقول لك. فهيدا الشغلة أكيد حلوة. وكمان عنا الأرز اللي هي بترمز أكيد للقوة والعظمة هون. وبعدين هلا ما مبين على هون بس في كمان رمز أحمر بدل على دم الشهداء دائما الجيش بحط ما بينسى يعني أكيد بكل الرموز دم الشهداء. هون كمان حلو اللواء الثاني لأنه إذا طلعي كيف خريطة لبنان والعلم عاملين الاثنين بالعربي وكيد كمان مبينة. كمان هون يعني مبين كأنه في نور الشمس يلي عم بتشع هوك من فوق في خريطة لبنان مزبوط. والعلم صح. وتحت في الدم يلي هو بالأحمر وفي السلاح تبعهم يلي تقولوا هنا ما بيبذلوا يعني بيعملوا كل شيء ليحافظوا أكيد على الجيش على الناس حتى لو نزل دم على الشعب. بعدين في عنا اللواء الثالث كمان يلي مبين كمان الشعار تبعه لهون ما بعرف ليه بس ما كان في لواء الرابع ما بعرف اذا بالجيش ما في لواء رابع بس ما لقيته. اللواء الخامس كمان مبين عليه طائر فينيك اللي هو بيقولوا عنه انه طائر اسطوري بعمر 5 قرون مشان هيك اللواء الخامس اكيد نقاه يعني ومبين كمان اللهب فوقه هيك. في عنا بعد كثير يعني من الشعارات ما في اذا رح نعملهم كلهم. اللواء السادس حاطين كبش كمان يعني مبين كمان قدامنا رح قد ما في عجل فيهم تنجرب نقولهم كلهم. اللواء السابع في عنده الارزه ورقم 7 وبنفس الوقت في قوس نصر فوقهم. هون اللي نشوف كمان اللواء الثامن يلي كنا كمان في غار يعني مثل ما بيان. اللواء التاسع في كثير حلو لانه في سيفين وفي كانه كمان قبضه كثير كبيره لو نزل دم يعني ومبين كمان كانه في برق يعني اكيد عنده. اللواء العاشر نسر كثير مبين كيف نازل يعني على الفريسه تبعه كمان بقوه كثير. وفي عنا اللواء ال 11 يلي مبين هون الرقم 11 كيف مبين كمان عنا الاكليل من ميلتين. واللواء الثاني عشر هون مبين كمان حصان كمان بنشوف كمان هذا بتصور اللواء الوحيد المحطوط عليه حصان.
هلا هون من الاشياء الكثير معروفه بلبنان وكلنا بنحب هون المغاوير يلي عندهم كمان مبين راس النمر يعني وكانه في سيف كمان خنجر سوري بقلبه للشعار. عندنا كمان فوج المجوهل يلي مبين كمان في كمان النسر كيف كمان عم بينزل على الفريسه تبعه بقوه كثير. هون عم نطلع على المغاوير البحر يلي كثير صعب نشرحه لانه في كثير قصص بقلبه ما راح اشرحهم كلهم بس كمان كثير حلو مبين بدل على المي نفس الوقت في عندهم فرد لانه اوقات بيتدخلوا اشياء بريه وهيك. في عندنا كمان فوج التدخل الاول يلي كمان هنا عم نشوف كمان سيف وبرق وهيك ما رح اكيد فينا نعملهم كلهم. فوج الاشغال يلي كمان في غار في كمان هون مبين مثل دولاب حواليها اذا بتطلع يعني حلو هيك كيف منقيينهم يعني. هون عم طلع على فوج الهندسه كمان ورح انهي بفوج النقل يلي كمان مبين الارز مبين الدولاب وفي سيفين وقد ما في قلتهم بسرعه تنفرجي انه كل هالشعارات يعني سلمنا عليهم لكل فوج ومنسلم عليهم وتحية كتير كتير كبيرة لكل الجيش اللبناني. الله يخليكم فوق راسنا والله يحميكم يعني ما فينا نقول غير شيء ونحن ماشي بلا الجيش. الجيش هو يعني بيدعمنا معنويا وأكيد بيدافع عنا. Thank you Mark. مرسي لك. نرجع منشوفك next week. Have a nice weekend. مشاهدينا رح أترككم مع إنجريديون اليوم. اليوم عنا لبنيز أرمي ديكوريتد كوكيز وبيلزمكن زبدة سكر بيض طحين بيكنج سودا ملح ليمون جوس قرفة وفانيلا والديكوريشن